إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، أيها المسلمون، أوصيكم نفسي بتقوى الله، فاتقوا الله رحمكم الله، وإياكم والمعاصي وكفر النعم، فما اقترف قوم المعاصي وكفروا بالنعم ولم ينزعوا إلى التوبة إلا سلبوا عزهم وسلط عليهم عدوهم، ومن خاف اليوم أمن غدا. أيها المسلمون، وضوع حديثنا اليوم عن وصية المصطفى صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه. معاذ بن جبل هذا من أحب الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. معاذ هذا هو أعلم الناس بالحلال والحرام. معاذ هذا خصه النبي صلى الله عليه وسلم بأن علمه دعاء بأن قال: يا معاذ، إني أحبك، فلا تنسى عقب كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ثم خصه بثلاث جمل من أنقى وأقوى وأبلغ الكلمات. قال: يا معاذ، اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. ثلاث كلمات جامعات، ثلاث كلمات تضمنت الحكمة والإيجاز، وكونت أسلوبا من جوامع الكلم، فهي درر يتعين على كل مسلم أن يعيها ويحفظها ويعمل على تطبيقها. فالجملة الأولى: اتق الله حيثما كنت. التقوى هو أن يكون باطن الإنسان وظاهره سواء، ما يكون له ظاهر وباطن مختلف، لا، بل يكون الظاهر والباطن سواء، بأن تكون حقيقته الإقبال على الله والإعراض عن من سوى، أن تكون حقيقته طاعة الله التماسا لمرضاته ورحمته، وابتعادا عن المعصية خوفا من عذابه ونقمته. اتقوا الله، اتق الله حيثما كنت. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يقول ابن مسعود رضي الله عنه إن المراد بالتقوى في هذه الآية الأخيرة أن يطاع الله فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. ويقول بعض العلماء: التقوى هي أن تطيع الله على نور من الله ترجو رحمة الله، وأن تترك المعاصي على نور من الله تخشى من عذاب الله. نعم يا عباد الله، المؤمن التقي، المؤمن التقي وعده الله سبحانه وتعالى بأعلى المراتب وأعلى الرتب: إن المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. جاء بعض التشريعات أيضا ملتمسا فيها ومطلوب منها التقوى: يا أيها الذين آمنوا
كتب عليكم الصيام وكما كتب عليكم من قبلكم لعلكم تتقون. إذن التقوى هي ثمرة الاستقامة مع الله، هي ثمرة التمسك بهدي الله، هي ثمرة اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. جاء رجل إلى عيسى عليه السلام فقال: يا معلم الناس الخير، كيف أكون تقيا لله؟ قال: الأمر في هذا هين. أولا أن تحب الله بقلبك كله، تحب الله بقلبك كله. ثانيا أن تعمل بكدك وجهدك ما استطعت، يعني تأكل من عمل يمينك ومن كد ومن حرك جبينك. ثالثا أن تحسن إلى بني جنسك، أن تحسن إلى بني جنسك. قال: يا معلم الناس الخير، من هم بنو جنسي؟ قال: بنو آدم كلهم. وهذا يشهد له في القرآن الكريم قوله تعالى: وقولوا للناس حسنا، وقوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الأمر الرابع الذي قاله عيسى عليه السلام: ما لا ترضى أن يوجه إليك فلا توجهه لغيرك. يعني جاء في شريعتنا أن تحب للناس ما تحب لنفسك. وجاء أيضا في جمل نقية موجزة تضمنت معاني سامية قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: اجتنب المحرمات تكون أعبد الناس، واقنع بما قسم الله لك تكون أغنى الناس، وأكرم جارك تكون مسلما، وأحسن إلى وحب للناس ما تحب لنفسك تكون مؤمنا. هكذا. ويقول الإمام الشافعي رضي الله عنه: ثلاث صفات من كنا فيه حاز صفات الكمال. الأولى أو الفصل أو المزية الأولى أو الصفة الأولى أن الجود من قلة، الجود من قلة. يشهد لهذا قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: سبق درهم 100,000 درهم. اللي ما عنده إلا درهمين تصدق بواحد، يعني أكثر سخاء وأكثر رغبة في الخير من الذي تبرع أو تقدم 100,000 درهم وهو يملك مبالغ طائلة أضعاف أضعاف هذا المبلغ. إذن الجود من قلة. والثانية وهي دقيقة جدا وصعبة جدا إلا من من الله عليه، أيضا الرغبة في الصلاح في الخلوة، يعني في الخلوة يكون تقيا لله في وقت لا يراه أحد من الناس. الجود من قلة والتقوى في الخلوة، وأيضا قول كلمة الحق عند من يملك الضر والنفع. إذن هذه إشارات لمعنى التقوى التي أمر الله بها من كانوا قبلنا. ويقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقد تكون التقوى تتقي الله في أن تفعل الطاعة وتبتعد عن المعصية، ويحذركم الله نفسه أو يذكر العذاب: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أو يكون الأمر بالتقوى مقترنا أيضا بيوم الجزاء والحساب: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروا وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. An English version of the speech that the Sheikh made, but it's not identical to what he said.
Okay. All praises are to Allah, and may the peace and blessings of be upon the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam, his family, his companions, and those who follow him. Today's khutbah is about the advice of the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam to Mu'adh bin Jabal radiallahu anhu. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam said to him, "Fear Allah wherever you are. Follow a good deed after every evil action so it may erase it, and deal with people in the best of manners." These wise and very comprehensive words are like a miracle and should be counted as golden words for every Muslim, words that can give the light of guidance. If you look at them with full consideration, you will find a great methodology to have a good life. Good-hearted people like to have a reference point so they can correct their mistakes, so they can be safe from the problems of this world and the punishment of the hereafter. This advice of the Prophet should be considered great advice. It contains the rights of Almighty Allah as well as the rights of human beings. The right of Allah upon his servant is that they should fear him as he should be feared. And the right of the servants upon Allah is for Allah not to punish the ones who fear him. This fear of Allah, known as taqwa, is the advice of Allah to previous generations and to us. Allah the Almighty says in Surah An-Nisa, verse 131, "We enjoined those who were given the book before you, and we enjoin you too that you should have taqwa of Allah." The meaning of taqwa is to make a barrier between you and the punishment, anger, and curse of your Lord. As a result, you do what the Lord has commanded and keep away from his prohibitions. Sometimes this word taqwa is mentioned with Allah, as Allah says in Surah Al-Ma'idah in verse 96, "And have taqwa of Allah, to whom your return is." And Allah also says in Surah Hashr, verse 18, "O you who believe, have taqwa of Allah, and every soul should look at what it has prepared for tomorrow, and fear Allah, indeed Allah knows what you do." When the word taqwa is mentioned with Allah, the meaning is that you should stay away from the anger and curse of Allah. Otherwise, the punishment of this world and the hereafter will come upon you. Allah says in Surah Al-Imran, verse 28, "Allah warns you to beware of him." Allah is worthy to be feared, to be listened to and obeyed, because he has the power over punishment and forgiveness. The companion Anas narrated from the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam regarding verse 56 of Surah Al-Mudathir, which says, "He is worthy to be feared and adequate for forgiveness." Allah says, "I am the one worthy to be feared. Whoever fears me will never make any partners with me, so I am going to forgive him." Sometimes the word taqwa occurs with the punishment of Allah or the place of the punishment, such as hellfire. Other times it is mentioned with the time of punishment, such as the day of judgment. Allah says in Surah Al-Imran, verse 131, "Fear the fire which has been prepared for the disbelievers." Also in Surah Al-Baqarah, verse 24, "Fear the fire whose fuel will be humans and stones prepared for the disbelievers." Also in verse 281, "Fear the day in which you will return to Allah. Then every soul will be paid their wages and will not be dealt with unjustly." Also in verse 48, fear the day when no soul will benefit another. Observing the obligations and being away from the prohibitions and doubtful things is also included in the meaning of taqwa. As Allah says in Surah Baqarah, verses 1-4, "Alif Lam Mim. This is the book about which there is no doubt. It is guidance to those who are al-muttaqeen, those who believe in the unseen, establish the prayer, spend out of what we have given them, those who believe in what we have revealed to you and those who are before you, and they believe in the hereafter." He also says in verse 177, "It is not righteousness that you turn your faces towards the east and the west, but righteousness is that you should believe in Allah, the last day, the angels, the book, the prophets, give out of wealth out of love for him, for your kith and kin, the orphans, the needy, the wayfarer, the beggars, for the emancipation of captives, and keep up their daily prayers and pay their due charity. They fulfill their promises when they make them, and are patient when in distress, in affliction, and in the time of conflict. These are the ones who are true to themselves, and these are the ones who are al-muttaqun." Mu'adh ibn Jabal said, "It will be said on the day of judgment, who are al-muttaqun? Then the muttaqun will rise under the cover of ar-Rahman, who will not conceal himself from them."
Mu'adh was asked, who are al-muttaqoon? He replied, people who are away from associating partners with Allah and from worshipping the idols, and they worship only Allah. Ibn Abbas said, al-muttaqoon are those who fear Allah's punishment by knowing the truth, seeking His favor. Umar ibn Abdulaziz said, the taqwa of Allah is not that you fast in the day and pray in the night, but taqwa of Allah is that you leave what Allah has made haram and do what He has obligated. Talat bin Habib said, the taqwa of Allah is that you obey Allah, are mindful of Him, seeking His reward, and you leave evil fearing His punishment. Ibn Mas'ud said, explaining the verse of the Quran, which goes, fear Allah as He should be feared, that Allah should be feared and not disobeyed, remembered and not forgotten, thanked and not denied. The Khalifa Umar bin Khattab asked Ubay bin Ka'b about taqwa. Ubay bin Ka'b said, Have you ever been taken down a path full of thorns? Umar replied, yes. So Ubay asked, what did you do then? Umar replied, I was very careful moving forward, looking to both sides, struggling. Ubay said, taqwa is like that path, making every effort that you do not fall into the thorns of sin. Most importantly, the essence of taqwa is that a person should know first what to be afraid of, then he should be afraid of it. In conclusion, the taqwa of Allah is the advice of Allah to all His creation, and the advice of the Messenger sallallahu alayhi wa sallam to all his nation. Whenever our Prophet sallallahu alayhi wa sallam sent someone on a journey or mission, he used to advise them to have taqwa and to listen to and obey their leaders. When our beloved Prophet made his last sermon, it was a short speech, and the Sahaba asked for more. So the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, I advise you to have taqwa of Allah. Umar radiallahu anhum said to his son, saying, I advise you to have taqwa of Allah, because whoever fears Allah, Allah will save him. Whoever spends for Allah, Allah will return it back. Whoever thanks Allah, Allah will increase his bounty upon him. So make taqwa your way of life. Ali bin Abi Talib said to someone when he was sending him on a journey, I advise you to have taqwa of Allah, to whom you will go back. He owns the world and the hereafter. Umar bin Abdulaziz wrote to a man, I advise you to have taqwa of Allah, because Allah does not accept any good deed without taqwa, and Allah does not shower His mercy except on those who have taqwa, and He does not reward except on those actions which have taqwa. Many people advise others to have taqwa, but few act upon it. May Allah make you and me amongst al-muttaqoon. Few of the ulama said, I advise you to have fear of Allah, because it is the best thing you can have in your heart. It is also the best thing to show. It is the best thing to secure in the hereafter. May Allah help me and you to have taqwa and give us the reward for it. Amen. Abu Dahar said, the Messenger of Allah read the verse, whoever fears Allah, He will make a way out for him. Surah Al-Talaq, verse 2. He said, O Abu Dahar, by Allah, if the people had taqwa, it would be enough for them. Imam Shafi'i said, the most honorable things are three, giving for the sake of Allah even when you have little, having fear of Allah when you are alone, and saying the truth in front of the ones who you are afraid. A few of the ulama also said, the successful person is the one who can correct the path between him and Allah, so Allah will correct the path between the person and other people. Whoever seeks people's praise by doing wrong, Allah will make that praise into a curse. As we mentioned before, Allah says in Surah Talaq, verse 2, whoever fears Allah, He will make a way out for him and provide from him sustenance from ways he could never imagine. Whoever fears Allah, He will make his matter easy, forgive his sins and increase in their reward. Indeed, al-muttaqoon are in the gardens. O you who believe, fear Allah, He will make a criterion for you and forgive your sins. Indeed, Allah is the one who showers us with bounties and He is great. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهداه. أما بعد أيها المسلمون، فإن التقوى هي المرتبة العالية الخاصة. الإسلام
العمل بالأركان، والإيمان الاعتقاد بالقلب، والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يعني بلغ القمة في التقوى وفي التعرف على الله جل وعلا. ولما سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبي بن كعب، قال: يا أبي، ما هي التقوى؟ فقال أبي: يا أمير المؤمنين، هل سلكت يوما طريقا فيه شوك؟ قال: نعم. قال: ماذا فعلت؟ قال: شمرت واجتهدت وتجاوزت أو عدلت أو قصرت. فقال أبي: فكذلك التقوى هي تشمير وجد واجتهاد، وينأى الإنسان بنفسه عن المعاصي والآثام يكون بهذا تقيا. والله جل وعلا اعتبر مرتبة المتقين هي المرتبة التي يكون فيها اللقاء مع الله، ينظر إليهم وينظرون إليه، كما جاء في سورة الشورى: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون، والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. فلو فحصنا أنفسنا الآن، هل نجد هذه الصفات قد توفرت عندنا؟ إن كان كذلك فنحن من المتقين، وإن كان غير ذلك نتعرف على النقص وعلى الخلل الذي جعلنا تنقص مرتبتنا أو ينقص مسيرنا عن بلوغ هذه المرتبة العالية. المتقون وصفهم الله أيضا في سورة البقرة: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يقيمون الصلاة، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. جاء أيضا في سورة نفسها قوله تبارك وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وماذا بعد؟ وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. حقا من توفرت فيه هذه الصفات الواردة في هذه الآية ففعلا بلغ القمة وبلغ مرتبة المتقين. فهل هناك من يبذل قصارى جهده في بلوغ هذه المرتبة والوصول هذه المنزلة ليكون من عباد الله الصالحين ويكون من قال الله في المصطفى صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان الممسك بدينه القابض على الجمر، للعامل فيه أجر 70. قالوا: يا رسول الله، 70 منهم ولا منكم أو منا؟ قال: بل منكم أنتم. نعم، مع هذه الشهوات وهذه المغريات وهذه الفتن التي تطارد الإنسان حتى في منزله، كانت الفتن خارج المنزل، الآن دخلت الفتن في المنزل. فمن استطاع أن يحمي نفسه وزوجته وذريته من هذه الفتن فهو فعلا يصلح أن يكون من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ثم اعلموا رحمكم الله أن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله مع الجماعة ومن شذ شذ في النار. ثم صلوا وسلموا رحمكم الله على البشير النذير والسراج المنير، حيث أمركم الله جل وعلا في قوله تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن خلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن زوجاتهم أمهات المؤمنين، وعن آل بيت الطيبين الطاهرين،
وعن الصحابة وجميع التابعين وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك رب العالمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم ارزقهم الفقه في الدين واتباع سنة سيد المرسلين، إنك على كل شيء قدير. اللهم نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمت أحدا من خلقك أو استأثرت به علم الغيب عندك، أن تنزل مقتك وغضبك على طاغية سوريا. اللهم انزل مقتك وغضبك على بشار هو وأعوانه من النصيرية والعلوية والبعثيين والشيعة المجرمين والروس الملحدين. اللهم عليكم فإنهم لا يعجزونك. اللهم احصم عددا، اللهم اهلكهم بددا، اللهم لا تغادر منهم أحدا، اللهم خالف بين آرائهم، اللهم اجعل بأسهم بينهم، اللهم اقتلهم بسلاحهم، اللهم اخسف بهم الأرض، اللهم اقلب البحر عليهم نارا والجو شوبا وإعصارا. اللهم اهلكهم بالطاغية، اللهم اهلكهم بريح صرصر عاتية حتى يكونوا كأعجاز نخل خاوية. اللهم اجعل كيدهم في تضليل. اللهم أرسل عليهم طير الأبابيل ترميهم بحجارة من سجيل حتى يكونوا كعصف مأكول. اللهم أرسل عليهم الطوفان والجراد والقملة والضفادع والدم والأمراض الفتاكة التي لا يستطيعون علاجها ولا يملكون دواءها. اللهم إنهم قد طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، سفكوا الدماء وانتهكوا الأعراض وهدموا المساجد. اللهم عليك فإنهم لا يعجزونك. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحق لهم غاية، واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم أخرجهم بلاد المسلمين جثثا طعاما للطير والسباع وحيتان البحر. اللهم ردهم على أعقابهم خاسرين. اللهم ردهم على أعقابهم خائبين. اللهم ابعث عليهم عذابا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. اللهم ابعث عليهم عذابا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. اللهم سلط عليهم إنك على كل شيء قدير. اللهم بفضلك وجودك وكرمك انصر عبادك المجاهدين في فلسطين وفي سوريا وفي العراق وأفغانستان وفي الصومال. اللهم اربط على قلوبهم. اللهم ثبت أقدامهم. اللهم ارفع راياتهم. اللهم سدد سهامهم. اللهم إنهم عالة فأغنهم وحفاة فاحملهم وجياع فأطعمهم. اللهم إنهم مغلوبون فانتصر لهم. إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آمنا في دورنا. ووفق ولاة المسلمين لكل عمل تحبه وترضاه، إنك على كل شيء قدير. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وارزقنا من حيث لا نحتسب. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. أيها الإخوة، أنبه على أمرين. الأمر الأول يغفل عنه الكثير من الناس، الإنسان تطهر في بيته ثم جاء إلى المسجد فإذا رفع رجله كتب له حسنة، وإذا أنزلها محيت عنه خطيئة. فإذا دخل المسجد وصلى تحية المسجد واشتغل بالذكر والدعاء وقراءة القرآن فهو في صلاة ما انتظر الصلاة. ولكن بعض إخواننا هداهم الله، إذا دخلوا المسجد جلسوا وهو يتحدثون وكأنهم في قهوة ولا كأنهم في المزاد العلني، ونسوا أنهم بين يدي الله وأنهم في صلاة، وأنهم بفعلهم هذا أبطلوا صلاتهم وأبطلوا عبادتهم. ثم بعد الصلاة كان المفروض أن يشتغل الإنسان بصلاة الراتبة أو صلاة النافلة وبذكر الله وقراءة القرآن وبالدعاء، ثم ينصرف ويتكلم في الشارع كما يريد. أما يحول المسجد إلى سوق أو إلى قهوة ترتفع فيها الأصوات، والذي يريد أن يصلي لا يستطيع أن يصلي من اللغط ومن الكلام.
هذا أمر منكر لا يليق يا إخوان. وأرجو من الإخوان ترجمة هذا الموضوع لمن لم يفهم هذا الكلام. الأمر الثاني أنه قد توفي أحد علماء المملكة وهو أستاذ لي رحمه الله الشيخ عبد المحسن ابن محمد التويجري، وسنصلي عليه صلاة الغائب بعد الفراغ من صلاة الجمعة. غفر الله له ولوالديه وأسكنه فسيح جنانه، وإنا لله وإنا إليه راجعون.